حكمون سابتن تاعي ورزلا دوما طلبس حكمون طلبسية في الأصل طلع زبط وز موشي هذا زبط موشي اسمه موشي حكمون سابتا سلو منطينا من طرابلس هي ورزولا موشي ويابا سلي مرة لا يرحمه مشو ما عنده سولي بنات يحب الولاد في هابا سلي الهيلد مشبحا نستنو هابا سلي الهيلد نستنو هو يبدأ صندق الصابة نخناس ورات هابا سلي صندق أبويا صندق ما مويل تولدي ما بيتهم يريدوا توبة تحسن كان من خبا دربي ومن دام من خبا يتحجران أمو بختا يموت لي بختا أمي الله يرحمها تحكي في الليل يجي ليلي حلمت برازلة واربي عطا بشميم قال بشميم هذا يطلع كان ولد أي سمحيم ذا بتقول اسمه يوسف حكمون انت عندي هذه تد يوسف حكمون أنت سمحا وأنت عيرب با مدريخ منون ينطلي جبريل اسمه با اللي جابس لقى حوطانه كما تسعيرين يعلم فينا تزيدو كورا كور بيت كنيسة بالليلة يكملوا عربيت يتفيه الضوء نقعدوا في البيت الأخرانية ومير أصولي تبير كلو برحوف من الميدو تانو جيدو كورا كور الميدو تانو لسحوط على أونياء أي على البابور وناربو يم ناربو دير خزيريا أقصاب ألا يا حفير أخير أنا كنت نظار عملت مفضاء أمرت له تتجنوب أنت أصر قلمك دب وأنا نصر قلمي دب ونبيعهم قال لي بس اسمع خو أمي قال لي ما كان لي خام تخلي يمك تطلع العرب وتمشي أنت يقتلوك العرب بطلت ما مشيت المزفدة أعطيتها لصاحبي أول مساء قاعد في لود ساكن سيمو أبو خبزة طلعت ابن ياسر كنا في الأونية في الغربية قعدنا في الأونية عندهم جينا حبينا بيرتيبا قالوا ديك بيرتيبا هي موسى بجيلات أختي سمعت زاو عليم من تونس من جابت باو ما تسلطنوا عقلاء جيلات في أفاقيم 4 كيلومتر ده فرحنا بعضنا عزروا لنا وربي إن شرخانية سنتين عامين بلا ضوء ظلمة وهي عزروا لبونا الماكلة لبونا الدجاج لبونا فرفات بطاطا عيتي لبونا نخدموا في القطن عبين القطن أريد بمشكال يتحفرت لي من كيلوتو من حول الأرض قلت شنو هذا؟ قال دخل عذر بميت الله يرحمه مات بس يقطع في المشكال قال حكمون دخل عذر ها بس يقطع في المشكال ربي لك شنو هذا محدثين الشمس لما بارد وانا علي حداش نعلم كريب كسوة حدثة لما يبانوا هيا حال ميرنين مسافرين قال تعبدوا قبلنا قلت ما جي قبلنا ما جي قبلنا قال قد استعملوا انتم كما عشين بمسكال قلت هيا أحري على المسكال حفرت لي من حول صار تسمع دخل حضر هو بحي الله يرحمه تعدم ناس وبالتالي زبونا نخدمه ولا نظر
نحفروا الحجر نحفروا 5 متر طول متر غرق وعرض بنادم 5 ليرات تعمل 4 ليرات انه بوخين دي عبوده في جرمانيا توريه ومكوش انا نجار هو خياط وشني سنتلر انه بوخين لما بنوا عبوده شلانو لما بنوا كل الصباح توريه وعيد حافروا حافروا 5 متر تعمل 4 متر 4 ليرات واحد نجار من جابش يعرفني سمعني انا ساكن في وفاكين جاني قال يا حكمون حتخدم الدار في ديمونه الماكله على حسابك تمشي نهار الحد تروح نهار الجمعه نعطيك من ليرات ونص وخد على حسابك اسم امراه تونسيه عملت كيما صعداء في دارها انا ونرقد غالي من ريتون على سيسي نرقد غالي 4 ورقيم باتا كلها ومن اللي حزاز ما عرفت ليه حكمون اكثر تحفظ قبل نص تمركيب منعول مخير تركب ديلة مخير تمركب البتاء مخير تمركيب مسكوب مخير غدوة الصباح حكمون ما عطيته عطيت يزي عندي ربح تركب نوتي خدمته خلص المكان داي ونربح تعدي في الأزاد من الحين متكديت عذابنو حضرتي له فاكين هاي نوفدين بوفاكين مخبشين في البوتنين ما بيو أرقزين أجيب أرقز يضربوا سنين مكوت يضربوا يسمونا نصه يوريد تبني ياسر البطاطا فركشوا في البطاطا بس يتم التركتور وحنا البطاطا تبني ياسر لو ترخانية سنتين بني حجمان كموت أختي عنانا كنا نتعدبوا ياسر